أودى قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في سوريا بحياة أربعة مدنيين سوريين بينهم طفل وأصيب واحد وعشرون آخرون في ريف دمشق ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر عسكري أن طائرات إسرائيلية استهدفت بعض المواقع العسكرية في حمص ومحيط دمشق وأشارت وكالة الأنباء الى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ التي أطلقتها الطائرات الإسرائيلية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض المواقع العسكرية السورية